بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. ربنا أعنا على طاعتك وابعد عنا روائح المعصية يا كريم يا عزيز يا جبار يا قهار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوانه. من الصور كذلك تاع الأمن الكاذب هي قصة صاحب الجنتين التي ذكره الذي ذكره المولى في سورة الكهف. وكان مشهور بل يكون فلاح وتاجر مع البخت، يقول البخت فورتونا، ونساه ما لي حوله إلا بمؤمن اللي الله بالمرصاد حين يحب يرسل العقوبة فلا مرد لها. واحذروا من صاعقة العقوبة يا توانسة ويكرب العموم. فقعد يرو لي ميكانيك قدام اللي ينفيه ما يكسب شيء. تعالى قالوا فيها وفي غيابي وفي حضرتي اش تكسب انت؟ حنكسبوا الايمان والحمد لله الرحمن الرحيم، اما انت تكسبوا الكفران النعم. فتشنجلو تشنجيلا ما كانت لكم على بال. على كل حال اتم ورا شاي يكسب الاخر رد عليه كما يجب. وصل من الغرور اللي كسب به الشيطان اللي يكونوا حتى ماش موقبي فما نهاية لكل شيء وممكن زاد يعاقب في الآخرة. ما لعبث كما حب، وحنا العابثين هنا في تونس ما شاء الله. يعني يقول اللي يحب يعمل اللي يحب يتعامل كما يحب، ونسالي فما محصي لعملي ورقيب عليه الله والملائكة ونحن وكل ما يمتلكه من بدن وروح وعقل وأحاسيس ومخيلة، كل شيء ذا مش يرجع ليك. إذا نقول لكم الزيو تريف دو مال فير أليزي فير لو باردون إي فو سوري باردوني باسكو ديو أم لي جون كي روفيان ألوي. والسلام.